بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأبنائي نواب الجراحة في كل مكان، هنتكلم وإحنا قاعدين مع بعض كده كلمتين يعني بسيطة كده عن الأدرينال سيرجري. الأدرينال سيرجري الحقيقة من الجراحات اللي بتحتاج مهارة عالية شوية من الجراح، ويبقى على قدر من التدريب، ويكون ساعد على الأقل في أكتر من حالة عشان تخش على حالة أدرينال. بنبتدي دايما بالجستيفيكيشن والإنديكيشن، يعني إمتى نخش نشيل الأدرينال جلاند. أكتر حاجة يمكن بتشوفوها حالات الهايبربليزيا، أدرينوكورتيكال هايبربليزيا أو الأدينوما، يعني دول يمكن اكتر حاجتين هتشوفوهم في شغلكو في البراكتس وانتو في عياداتكو او في شغلكو. يا اما العيان هيجي بهايبربليزيا يا اما بادينوما. في حالات رير بتبقى فيها ادرينوكورتيكال كارسينوما. في حالات طبعا كتير اللي بتشوفوها برضو في كروموسايتوما موجودة وكتير. في الجانجلونيروما، وده يعني رير تيومر الحقيقة إنما موجود. وطبعا في الأطفال حضراتكم عارفين إنه في نسبة كبيرة من الأطفال بيحصل لهم النيوروبلاستوم. ما بيجي العيان في العيادة أو في المستشفى وعنده كلينيكال مانيفستيشن بتاعة أدرينال جلاند، ببتدي شوية أبقى يعني حريص جدا وأنا باخد منه الهيستوري، وحريص جدا إن أنا أعمل له يعني فيزيكال إكزامينيشن كويس، لأنه تقريبا الموضوع بيبقى أفكت سيستمز كتيرة جدا في الجسم. لازم أبص كويس على الكاردوفاسكولار سيستم، وأفحص كويس بقى الفحص الكلينيكي بتاعنا من فوق لغاية صباع رجله زي ما بنقول دايما. وبعد ما بنفحص بنطلب طبعا الانفستيجيشن بتاعتنا، والانفستيجيشن دي غالبا بتبقى حاجات لاب وإيماجينج، وغالبا بتتشخص بسهولة، يعني ما بتبقاش فيها مشكلة ان انت تشخص. سهل جدا ان انت بالإيماجينج تقدر تحدد اذا كانت يونيلاترال او بايلاترال، وانها يعني متوقع انها تبقى هايبربليزيا او انها تبقى ادينوما او انها تبقى في كروموسيتوما. يعني بالخبره هتلاقي المسائل دي بالنسبه لك سهله جدا. انما دايما لما الحالات دي بتجيلك بتبقى محتاجه منك انك تقعد تيم مع الزميل بتاع الاندوكرينولوجيست، جيب حد اندوكراين وحد انستيزيا، دكتور الانستيزيا اللي بيشتغل معاك، وبتقعدوا انتوا الثلاثه، جراح مع الاندوكرينولوجيست مع الانستيزيولوجيست، وتبتدوا تناقشوا الحاله ونشوف ايه المشاكل اللي موجوده في العيان، وهل احنا محتاجين نعمل يعني بريبريشن بريجيم معين، او هنحضر ازاي، ومين اللي مسؤول عن التحضير. لانه الجراح في الاخر يعني انت هتشتغل على عيان مفروض ويل بريبيرد. بيبقى عندنا مشكله دايما، العيانين دول بيبقى عندهم البلاد بريشر بيبقى عالي جدا، بتبقى برضو في مشاكل في البلاد بايوكيمستري بتاعتهم، بيبقى عندهم ميتابوليك الكالوزيس، عندهم كتير من الحالات دي بيبقى عنده أريزميا، وخاصة الاي اف، وممكن تبقى uncontrolled اي اف. عشان كده الحالات دي بتبقى محتاجة انها تتحضر في الاي سي يو. بندخل العيان admit your patient to the ICU، ويبدأ الزملاء اللي موجودين في الاي سي يو يعملوا كنترول للبلاد بريشر والاريزميا والحاجات اللي موجوده في البي اتش. والحقيقه يعني مش صعب، احنا في مصر عندنا الناس مدربه كويس جدا على تحضير حالات الادرينال تيومرز.
القرار بقى انك تستخدم استرويدز في البريبريشن او ما تستخدمش. عادة الجماعة بتاع الاندوكراين او الانسيزيا بيحبوا في البريميديكيشن ان هم يستخدموا كورتيكوسترويدز، وعادة اكتر حاجة بنستخدمها الهيدروكورتيزون هيميساكسينيت، وده بيبقى انفيوجن. في ناس تحب تدي للمريض مع البريميديكيشن 400 ميلي جرام في ال 24 ساعة، وفي ناس بتحب تدي 100 ميلي جرام في الاول اي في كده، وبعدين كل 6 ساعات يشوف يقدر يدي امبول او ما يديش. انما يعني الاسترويدز مع البريميديكيشن هيبقى قرار الزميل الاندوكرينولوجيست اللي معاك او الزميل بتاع التخدير. الحالات دي طبعا بتتحضر، بندي طبعا بروفلاكتيك انتيبيوتكس كفالوسبورين سيرجنريشنز، بناخد بالنا من الدي دي تي، العيان بيلبس الستوك بتاعه بالليل، وبعض الناس بيستخدموا هيبرين فايلز، يعني من بدايات بالليل كده بيدوا انتيكواجولان. طبعا دلوقتي يمكن الكليكسان هيبقى اكتر وافضل، انما تاخد بالك من الدي في تي. ما تستعجلش في قرار انك تفتح عيان ادرينال الا لما يبقى يعني ويل كنترول، لانه المشاكل في العمليه بتبقى صعب جدا والسيطره عليها بيبقى اصعب. يهمنا النهارده جزء الاوبرتيف. احنا عندنا الابروتش لما خلاص بقى هنقرر العيان هيدخل عمليات، واخدنا ديسيجن احنا داخلين بقى نشيل الادرينال، هيبقى عندي تو ابروتشز. يا اما هستخدم الانتيرور ابروتش اللي هو الترانسبيرتونيال ابروتش، وده يمكن اكتر حاجه احنا بنشتغل بيه، يا اما البوستيرور ابروتش. البوستيرور ابروتش يعني بالنسبه للجراحه العامه بيبقى صعب شويه، انما اللي بيشتغلوا بيه اكتر الجماعه بتوع المسالك يورولوجي. بنفتح عاده ترانسفيرس انسيجن، تنزل كده ساب كوستال كده وتقوم فاتح ترانسفيرس انسيجن، يعني الانسيجن بتاعك يبقى انف ان انت اكسبلور كويس وتبقى يعني متمكن من شغلك وانت بتشتغل. اول ما بندخل بقى احنا بيختلف الوضع اذا كنا هنشتغل على رايت ادرينال او ليفت ادرينال. لو بتشتغل على رايت، الرايت دايما بتبقى شويه محتاجة خبرة أكتر، لأن أنت بيبقى عندك الاي بي سي من الحاجات اللي يعني محتاجة خبرة في التعامل معاها. الرايت احنا بنخش هتبتدي تشتغل تعمل شوية كده خطوات مهمة جدا، يعني بنحب نعمل موبيلايزيشن للديودينم شوية، تاخده كده للليفت ولتحت، وبعدين هيبقى عندك الهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون برضه تحاول تموبيلايز شويه، والليفر طبعا هيبقى معاك حد عامل ريتراكشن للليفر لفوق بالليفر ريتراكتور. والليفر ريتراكتور حاجه مش متواجد في كل المستشفيات، انما يعني بالريتراكتور بتاعنا العادي ده تقدر ترفع الليفر لفوق، وهتبص تلاقي انت دخلت على الكيدني قدامك. سوبرا رينال فوق الكيدني على طول مباشرة، تبقى عادة قريبة من الكراس اوف ذا دافرام، يعني بتلاقي الكراس تحتها كده. هتمسك شاش كلامب صغير كده وبلانت ديستكشن خفيف فوق الحتة بتاعت الابر بول اوف ذا كيدني، هتلاقي بدأ يبان لك بقى الادرينال فين. ناخد بالنا انه الرايت ادرينال فين اولا انت هتلاقيه فين؟ هتلاقيه سوبيرور للابر بول اوف ذا كيدني، فوق الابر بول اوف ذا كيدني كده. وناخد بالنا انه الرايت ادرينال فين بيبقى فيري شورت فيري ثين، وده داخل على الاي بي سي مباشره، يعني انت سعادتك لازم تبقى عينك على الاي بي سي وبلانت ديستكشن خفيف بشاشه صغيره كده، هتلاقي الرايت ادرينال فين بدأ يبان قدامك.
عادة واحنا بنشتغل على الرايت ادرينال اللي الرايح بيقف على الليفت، يعني انت فاتح رايت ترانسفيرس، بس انت لو وقفت على الليفت هيبقى احسن لك، هتقدر تشوف كويس وانت بتتعامل مع الرايت ادرينال. انما لو وقفت على الرايت سايد هيبقى بالنسبة لك الموضوع صعب، مش هتعرف تشوف كويس. انما تقف على الليفت وبإيدك اليمين هتقوم ماسك الكدني كويس، تثبتها وتحاول تخش بقى على الادرينال رايت ادرينال فين، عادة بكلامب رفيع جدا، بوزو يكون رفيع قوي، وناخد ليكتشر تربط الجزء البروكسيمال اللي هو ناحية الاي بي سي، و إذا قدرت تربط الناحية كمان لناحية الأدرينال يبقى كويس، وتبتدي تقص بينهم. ما بنستخدمش يا جماعة دراسيرني على الرايت أدرينال في، وما بنستخدمش كليبسات، لأنه برضو الحقيقة الكليبس لو مش ماتيريال كويسة أو السايز بتاعه مش كويس هيقطع الرايت أدرينال في. بنستخدم ليكتشر، وليجتشر كويسة، وتربط بالراحة كده، وانت بتربط كده ما تحاولش تعمل تراكشن جامد وإلا هتقطع الرايت أدرينال في. وهي اصل مشكلة الرايت أدرينال فين لو اتقطع انت بتلاقي البلاد مباشرة من الاي في سي، وتلاقي الفيلد بقى بلادي، وتحط باكس وفوت وبتاع، والدنيا ما تبقاش لطيفة بقى خالص. بتحاول ببلانت ديسكشن، تاخد بالك زي ما قلنا ان هو بيبقى فيري شورت فيري سين، تعمل ليجتشر كويس جدا، وبعد ما بتربط الرايت ادرينال فين تاخد نفسك كده وتستريح شويه، وبعد كده بقى تقدر بالدراسيرمي تكمل السكشن بتاع السوبرا رينال. وبتلاقيها هي بتبقى الحقيقه متغطيه بطبقه خفيفه من البوستيرور بارايتال بريتونيوم، فبتقدر تعمله بالدراسيرني كده وتطلع بالماس السوبرا رينال على بعضها. الليفت سوبرا رينال المساله بتبقى يعني اسهل شويه، برضو بنفتح ترانسفيرس انسيجن وبنقف على اليمين، بتشتغل ليفت تقف على اليمين، وهتبص تلاقي عندك في الليفت انت عندك السبرين هيبقى جنبك، وهيبقى جنبك جزء من التيلو بانكرياس، هتاخد بالك انك انت ما تعورش السبلين، هتبتدي تقص اللينو رينال ليجامنت وتزق السبلين شويه كده بريتراكتور وتحط عليه فوطه عشان ما تعوروش، وتبص نفس الكلام بلانت ديسكشن خفيف كده عند الابر بول اوف ذا كيدني، هتلاقي الليفت ادرينال ليفت ادرينال فين. والليفت ادرينال فين بيبقى الحقيقه لونج، يعني بيبقى شويه اطول من الـ من الـ من الشورت، وزي ما انتم عارفين بيدخل على الليفت ليفت رينال في، يعني هناك الاي بي سي، احنا هنا في الليفت بيبقى عندنا الليفت رينال في. هبدا برضو بنفس الكلام ليكتشر واربط الليفت ادرينال فين كويس بروكسيمال وديستال واقطع، وبالدراسيرمي احاول اسلك برضو واعمل موبيلايزيشن للادرينال ماس واطلع بالتيومر على بعضه كده. الدكتور التخدير المفروض الحقيقه وانت في الخطوه بتاعت الموبيلايزيشن وايدك رايحه جايه على الادرينال بيبقى البلاد بريشر بيعلى يوطى يعلى يوطى، وخاصه انت لو بتشتغل على حالات بقى في كروموسايتوما الوضع بيبقى يعني مختلف شوية، فمحتاج ان استاذ التخدير يبقى فوق راسك وعنده كل الفاسيلتس اللي يقدر يتعامل بيها مع البلاد بريشر لو عالي او وطي. بعد ما بتشيل بتطمن كويس على الهيموستاسيس بتاعتك، وبنحط درين ونبدأ نقفل العيان ونطلع، ويفضل ان العيان يرجع الاي سي يو تاني، بنسيبه الحقيقة 48 ساعة في الاي سي يو بحيث ان انت استابلايز كل الفيتال ساينز بتاعت العيان وتطمن ان الامور كويسه والبلاد بريشر كويس والبلاد بايوكيمستري رجعت بقت كويسه، وبعدين نقدر بعد كده
نطلع العيان للقسم الداخلي فوق. اتمنى ان انتوا يعني ما تخافوش من التعامل مع الادرينال جلاند ولا اورام الادرينال جلاند. هي المساله محتاجه بس ان انت تبقى فاهم كويس اناتومي، وتبقى المكان اللي انت فيه مجهز ب يعني مونيتورز كلوز مونيتورنج كويس، وعندك فاسيلتيز كويسه للاي سي يو، وعندك تيم انستيزيا كويس. يعني لازم المكان يبقى يناسب النوع ده من العمليات. ما ينفعش تعمل العمليه دي في مستشفى صغيره ما فيهاش يعني مونيتورز كويسه ولا فاسيلتيز كويسه. يبقى طول ما انت بتشتغل في مكان ويل اكويبد انت مش خايف من حاجه، لانه التكنيك مش صعب قوي بقدر ما مشاكل التانية اللي بتحصل في مرحله البيري اوبرتيف بيريود هي دي اللي بتبقى تقلق شويه. اتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر ان شاء الله.